إذا في القسم الثاني من الدرس طرح الأعداد الكسرية، لدينا الفرق بين عددين كسريين لهما نفس المقام. نفس الطريقة متبعة من خلال جمع عددين كسريين لهما نفس المقام. إذا نلاحظ أن هناك أمثلة الاستيعاب، إذا نلاحظ أن هناك مقامين لهما نفس عددين كسريين لهما نفس المقام، مثل عدد 7، إذا المقام هو 7. إذا ننجز بكل سهولة العملية، نضع هناك 7 ثم نقوم بالفرق 5 - 2 = 3. alors la même chose pour ici. لاحظوا جيدا، لأن مقامين مختلف، لأن نفس المقام، نضع رقم 4 ثم 25 - 3، نقوم بعملية طرح 25 - 3 يساوي تقريبا 22. أربعة. ثم هنا العدد 5، المقام المشترك هو العدد 5، 9 - 7 تقريبا 2. إذن بهذه الطريقة قمنا بمعرفة كيفية إنجاز فرق بين عددين كسريين لهما نفس المقام. إذن نحتفظ بنفس المقام ثم نقوم بطرح البسطين 5 - 2 = 3، 25 - 3 = 22، ثم 9 - 7 = 2، إذا 3 - 7، 22 - 4، ثم 2 - 5. إذا ثانيا سوف نتطرق إلى الفرق بين عددين كسريين لهما ليست لهما نفس المقام، بالعكس لهما مقامين مختلفين. الآن سوف نقوم بشرح الفرق بين عددين كسريين لهما مقامين مختلفين. إذا كيف ما لاحظنا في الجمع بين عددين كسريين لهما مقامان مختلفين، خاصنا ولا بد أن نتبع الخطوة التالية: توحيد المقامات ثم الجمع. ضروري من هذه الخطوتين أساسيتين. أول خطوة هو توحيد المقامات ثم الجمع، هنا توحيد المقامات ثم الطرح. لاحظوا جيدا، لإنجاز هذه العملية لا يجب أن نقوم بخمسة ناقص اثنان ثم 8 - 7، خطأ. هذه الطريقة خاطئة. الطريقة الصحيحة أنني خصني أولا واحد مقامات ثم أقوم بعملية الطرح. لاحظوا جيدا لكي تستوعبوا. أمثلة الاستيعاب، لدينا 5 - 8 - 2 - 7. يساوي ماذا؟ نقوم أولا بتوحيد المقامات. 5 - 8 - 2 - 7، نلاحظ أن المقامين مختلفين، 8 ليست من مضاعفة 3 و7 ليست من مضاعفة 8. إذا توحيد المقامات يكون على الشكل التالي: يجب ضرب نفس العدد في المقام وفي البسط، في المقام وفي البسط. ثمانية في سبعة يساوي 56، وخمسة في سبعة يساوي 35، سبعة في ثمانية يساوي 56، واثنين في ثمانية يساوي 16. إذن 35 على 56 ناقص 16 على 56. لقد قمنا بتوحيد المقامات، إذن يسهل علينا الطرح. 35 - 16، 15 - 6 يساوي 9. نرد السلف، 3 - 2 يساوي 1.
19 على 56. إذا لدينا 35 على 56 ناقص 16 على 56 يساوي 19 على 56. إذا أول شيء خاص نقوم به هو توحيد المقامات. ضروري خاص نعرفوا كيفاش نوحدوا المقامات. ما يكونش عندنا مشكل في توحيد المقامات وفي مشكل في الطرح وفي مشكل في الضرب. إذا الخطوات خاصكم تربعوا عليها اون لافونس. إذا المثال الثاني لدينا 25 على 4 ناقص 8 على 3. لاحظوا جيدا هناك مقامين مختلفين يجب توحيدهما اوتوماتيكوم. نقول العمليه بحال هذا الشكل هذا 25 على 4 هو 8 على 3. سوف نقوم بتوحيد المقامات اولا ثم ثانيا الطرح. اذا لاحظوا جيدا 4 ليست لديها علاقه مع 8. 25 على 4 يساوي 25 4 في 3 في 3 يساوي هنا 12. ثم 25 في 3 تقريبا 15. 3 في 2 يساوي 6 1 7 75. ثم 8 على 3 نفس الطريقة توحيد المقامات 8 على 3 في ثم أنا 4 ثم أنا 4. 3 في 4 يساوي 12. 8 في 4 يساوي 32. 8 في 4 يساوي 32. إذن يكون عندنا 75 على 12 ناقص 32 على 12 يساوي هنا 12. 75 ناقص 32 نقوم بعملية الطرح جانبا. 5 ناقص 2 يساوي 3 و7 ناقص 3 يساوي 4. إذن هنا العدد هو 43 والفرق هو 43. 43 إذا 25 ناقص 8 25 على 4 ناقص 8 على 3 بعد توحيد المقامات نحصل على العددين الثانيين 12 12. لا لدينا 75 أكبر من 32. إذا الفرق هو 43 على 12. إذا بعد قبل من نزو عملية الطرح يجب علينا أن نقوم بتوحيد المقامات. فهذا المثال ديال مختلفين عددين كسرين مختلفين. ثم نقوم بعملية أخرى 8 على 7 ناقص 9 على 8 اولا توحيد المقامات 8 على 7 و 9 على 8 لاحظوا جيدا هناك مقامين مختلفين يجب علينا ان نوحدهما. اذن 8 على 7 8 على 7 اي في اي في لاحظوا جيدا 7 في 8 8 في 8 7 في 8 كم يساوي 56. ثم 8 في 8 يساوي 64. فهمتم جيدا؟ إذا العدد هو 64 على 56. ثم 9 على 8 9 على 8 في نفس العدد نضربه في 8 لا نضربه في 7 نضربه في الفعل نفس نضربه في 7 8 في 7 يساوي 56 لكي نحصل على نفس المقام 9 في 7 يساوي 63. إذا بعد توحيد المقامات
نجز الطرح 64 على 56 ناقص 63 على 56 نحصل على 1 على 56. إذن 64 على 56 ناقص 63 على 56 يساوي 1 على 56. إذن قبل إنجاز عملية الطرح يجب علينا أن نوحد المقامات، شيء ضروري. إذن العملية الأخيرة هي 3 على 4 ناقص 7 على 12. إذن هنا يجب علينا أن نوحد المقامات، نلاحظ أن 12 من مضافات 4 نخسره هي، ثم نوحد العدد الكسري 3 4. إذن لدينا 3 3 لنا 4 في 3 يساوي 12 ثم 9. إذن نستبدل 3 على 4 ب 9 على 12. 9 على 12 ناقص 7 على 12 يساوي 2. و 2 على 12 يمكن اختزالها سوى 1 على 6. بهذه الطريقة قمنا بإنجاز عملية الطرح بكل سهولة. إذن هنا لدينا 9 على 12 ننقص 7 على 12 يساوي 2 على 12 يساوي 1 على 6. إذن لاحظوا جيدا، في البداية نقوم بكتابة العددين 5 على 8 ناقص 2 على 7، ثم نلاحظ أن هناك مقامين مختلفين، إذن يجب علينا أن نوحد مقامات. نحصل على 35 على 56 ثم 16 على 56، 35 أكبر من 16، إذن يسهل عملية الطرح. 35 على 56 ناقص 16 على 56 أعطينا تقريبا 19 على 56. إذن هذا 19 على 56 هو الفرق بين هذ العددين 5 على 8 ناقص 2 على 7. لا تستغربوا، هذه هي العملية الصحيحة. إذن من 5 على 8 ناقص 2 على 7 قمنا بإخراج الفرق بيناتهم 19 على 56. كيف حصلنا على هذا العدد الكسري؟ بعد توحيد المقامات، شيء ضروري خصنا نوحدوا المقامات باش نعرفوا العدد الأكبر والعدد الأصغر. توحيد المقامات يمكن لنا أن نعرف ما هو العدد الكبير ما هو العدد الصغير. 5 على 8 هو عدد كبير مقارنة ب 2 على 7. فهمتم جيدا لماذا وحدنا المقامات؟ لكي ننجز عملية الطرح بكل يسر. هذا 35 على 56 ناقص 16 على 56 يساوي 19 على 56. ما يمكنش لينا نقوم بعملية الطرح بدون إنجاز ما يسمى بتوحيد المقامات. خصنا نعرفوا كيفاش نوحدوا المقامات أولا. خصكم تدربوا على المسألة باش يسهلوا عليكم عملية الجمع وعملية الطرح بالنسبة للتلاميذ اللي تحسوا بضعف في مادة الرياضيات المستوى السادس ابتدائي. ثم لدينا 25 على 4 ناقص 8 على 3. قبل كل شيء يجب علينا أن نوحد مقامات. إذا لاحظوا جيدا 25 على 4 بعد توحيد المقامات حصلنا على 75 على 12، 8 على 3 بعد توحيد المقامات حصلنا على 32 على 12. الآن يمكننا أن نقوم بعملية الطرح بكل سهولة. 75 على 12 أكبر من 32 على 12 لأن حصلنا على عدد الفرق بينهم 43 على 12. إذن 25 على 4 أكبر من 8 على 3. ثم مثال تاني،
مثال ثالث، 8 على 7 ناقص 9 على 8. لاحظوا جيدا، لدينا عددين كسرين مختلفين. كيفية الطريقة؟ أولا نوحد المقامات، 7 في 8، 8 في 8 يساوي 64، 7 في 8 يساوي 56، ثم 9 في 7 يساوي 63، ثم 56. إذا من خلال توحيد المقامات اكتشفنا أن العدد 8 على 7 أكبر من 9 على 8. اكتشفنا أن العدد 8 على 7 أكبر من 9 على 8 بعد توحيد المقامات. لاحظوا 64 أكبر من 63، إذا 64 على 56 ناقص 63 على 56 يساوي 1 على 56، إذا العملية صحيحة. هو المثال الأخير في هذه الحصة، انتبهوا جيدا، لدينا 3 على 4 ناقص 7 على 12. إذا هنا بعد، إذا اكتسبت سابقا كيفية توحيد المقامات، لقد اكتشفت أن العدد 12 من مضاعفات العدد 4، إذا نقوم بحفظ العدد 12 كمقام مشترك، ثم نقوم بتوحيد هذا العدد الكسري 3 على 4، نحصل على 9 على 12. 9 على 12 يساوي 3 على 4، هنا نفس العدد. ثم 9 على 12 ناقص 7 على 12 تساوي 1 على 6. بعد الاختزال 2 على 12، بعد الاختزال نحصل على 1 على 6. بهذه الطريقة أيها التلاميذ الأعزاء، تلاميذ السنة السادسة ابتدائي، لقد تمكننا من جمع العددين كسريين، يا إما لهما نفس المقام، وهذا جد سهل، وكذلك الصعب هو عندما يكون لدينا عددين كسريين لهما مقامان مختلفين. نفس المسألة بالنسبة للجمع، نفس المسألة بالنسبة للطرح. إذن فهاد اللحظة هذه أقول لكم إلى اللقاء، وإلى فيديو لاحق يوضح لكم عملية الجمع والطرح في جميع الحالات، يا إما في الحالة ديال عددين كسرين لهما نفس المقام أو مختلفي المقامات. داكوغ، إلى اللقاء. كان معكم يوسف دلال من خلال الشاشة المتميزة جوكومينيك تيفي للفهم والاستيعاب.